ماموريه التعرف على الضحيه. ما كيطرقش عليه التعريف ديال القاتل التسلسل. كان تيق نفسه من صورة اكثر ما ممكن اي واحد يتصور. عرف على انه ارتكب خطا. قاتل ما بغاش انه يطيح في يديه. القصاص وخذوا بيدي. فبراير 2003 وكان يوم تيصادف ليلة عيد الأضحى، استقبل بوليس ولاية أمن الدار البيضاء على 8:30 الصباح مكالمة من المواطن تيخبرهم بوجود جدة. الشاهد شاف المشهد كامل ديال وضع الجدة بشارع إبراهيم الروداني. كنت كنز بوحدي كيف العادة، كنقرا الجريدة مع الصباح، الحال باقي مظلم. وقف الطاكسي اون دوزيام بوزيسيون، السيد نزل هبط معاه كارتونات ما نقدرش نقول لك شحال، حطهم الارض، هز واحد ولا جوج كارتونات ما نعرف شحال وهبط معاه لاريجورا وخلى واحد الكارتون. الملامح ديالو لا سيلويت ديالو اللي بنت لي، ولكن الملامح ما بنش لي، الدنيا مظلمه. خلى الكارتون، بقيت كنقرا الجورنال. السيد تعطل وكانت ليله العيد، قلت ربما هذا السيد جا عند والديه جاب ليهم شي فاكهه ولا شي حاجه. مشيت انايا ملي شفتو تعطل جريت الكارتون عندي حطيته حدايا، بقيت كنتسنى لحقت ليا الوقت الخدمه، قلت ندخلو للقهوه شي شويه، قلت ربما فيه شي حاجه بيريصابل شي فاكهه ولا شي حاجه. عيطت للكارسون قلت له جيب واحد الموس، جاب موس كان مسدود بالقنب ديال ليلو الغليط، قطعت القنبه حليته، لقيت هذاك الشيء ملفف في الميكا الزرقاء الغليظه، حليتها بانوا لي شي حاجه بحال الكرعين. قلت هادو كرعين. شي شويه شفت الزغب ديال لي مولي ديال بنادم، قلت لهذاك الغرسون راه بنادم هذا. قال لي شنو؟ قلت لي راه بنادم هذا. دخلت للقهوه عيطت للبوليس. ملي البوليس بقاو في الكارتونه نص السفلي لشخص ذكر من الحوض حتى لرجلي، وحداه صفحه ديال الجورنال مكمشه. ملي حلوها لقاو فيها العضو التناسلي ديال الضحيه، ومعاه عبره تتكلم على ان القاتله انتقمت لشرفها من الضحيه بعد ما حملت معاه وما بغاش يتزوج بها. واحد الوقت قصير تم اكتشاف واحد العلبه اخرى بحالها فيها اجزاء بشري، يعني الا بغينا نقولوا الكماله ديال الجثه الاولى. الكارتونة الثانية لقاوها بعيدة على الأولى بشي 300 متر، وكان اكتشفها واحد الخراز، ولقاو فيها الجزء العلوي لنفس الضحية، وفي هذه الكارتونة بانت وحشية القاتل أكثر وبان مكره الكبير. قطع الأصابع الأمامية أو مقدمة الأصابع ديال الضحية كاملة، يعني باش ما تحسش لي زومبران ديالو ما تعرفوش، حيد ليه وجهه كامل. يعني كان صعيب جدا 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 أننا نتعرفوا على الضحيه، يعني عقد ماموريه التعرف على الضحيه. القضيه واعره ومشكله بزاف، فقبل من هذا الاكتشاف كانوا البوليس لقاو يوم 10 سبتمبر 2002 جوج خنشات بلاستيك، وحده بحيله جيروند فيها الجزء السفلي البنت، والاخرى بمر السلطان فيها الجزء العلوي لنفس الضحيه ولكن نقص الراس. هذه المعاينه درناها في جوج الاماكن. المكان الاول الجزء الاعلى ديال الجسد ديالها، لان كانت مقطعه الى جزئين بدون راس. الجزء الاعلى كان بزنقة لندن على دائره ميرسيلتون، وكان الجزء الثاني الاسفل على بزنقة ليبورن على في حي لا جيرون. خدينا لها البصمات، رسلناهم للمصلحه ديال الجدادات المركزيه بالاداره العامه باش نحاولوا نشخصوا الهويه ديالها، ما توصلناش. وقبل من هذه الجريمه باربع شهور بالضبط يوم 27 ماي 2002 البوليس اكتشفوا النص السفلي ديال الشخص ذكر بشارع بيرانزاران. اكتشفنا النصف الاسفل ديال جنس ذكر، لان كان الجنس التناسلي ديالو على مستوى الحوض لو باسان. هذا اول ما وكان هاد الجزء مخزون في كيسين من البلاستيك، الاول اسود والثاني ابيض.
جثة مقطعة مجهولة الهوية ومرمية في أماكن متفرقة في الدار البيضاء. انتشرت هذه الخبر المرعبة بين جميع الناس بحال العافية من اللي كتسرح في الحطب. الجريمة ديال الشارع إبراهيم الروداني كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، نظرا لحالة الهلع التي سببتها بين ساكنة مدينة الدار البيضاء، الشيء الذي فتح الباب على مصراعيه بطبيعة الحال لعديد من التأويلات والتفسيرات. فمن قائل أن الجرائم وراءها امرأة، إلى قائل بأن هذه الجرائم وراءها رجل، إلى قائل بأن كيشوف بأن كاين البصمة ديال انجستيس مورال جاب شي ربما لتصحيح بعض الأخطاء القائمة. وقعت حالة طوارئ في قسم الشرطة الجنائية بولاية الأمن. المحققين تجمعوا ودرسوا تفاصيل المعاينة ديال جثة إبراهيم الروداني اللي هي آخر جثة، ثم تشكلات على وجه الصورة في رقبه حسب البيست اللي وفرتها المعطيات الأولية. تم تكوين مجموعة من الفرق وتم تحديد مجموعة من المسارات، كل فريق غيمشي يخدم في واحد الاتجاه، واحد البيست اتجاه معين. فهناك من اشتغل على أصحاب تاكسيات، هناك من اشتغل على أقسام المستعجلات بالمستشفيات اللي باش يشوف إلا كاين شي عمليات ديال الولادة غير الشرعية سجلت في هذيك الفترة، هناك من اشتغل حتى على واحد التوقيع اللي كاين في الرسالة، هذيك الرسالة كانت مديلة بواحد التوقيع، هناك من اشتغل على التوقيع بمراجعة مصالح تصحيح الإمضاءات على أمل العثور على توقيع مشابه ومطابق. بالنسبة لبيست الطاكسي، الشاهد اللي كان جالس في القهوة قال أنه شاف واحد الشخص ينزل من الطاكسي وتحط الكارتونات. كان مستحيل على المحققين يوقفوا الطاكسيات في الشوارع كاملين. الحل كان هو يمشيوا لمكتب البوانتاج ديالهم ويبحثوا. طفت مع العناصر اللي معايا 6 الصباح، علينا كالبان 6 الصباح اللي جات نقول لهم شوف راكم شفتوا هذاك الشيء، راه التلفازه، راه الجرائد، هذاك الشيء اللي وقع في إبراهيم الروداني، راه طاكسي صغير اللي جابو، حنا راه ما بغينا منه حتى حاجه اللي كانت فيها روح وطنيه غير يقولنا منين هزو. حقاش كون قلنا منين هزو غادي تساعدنا حتى في البحث. ما كانش بهذاك الوقت كان واحد المحقق خدام على بيس الكارتونات. الكارتونات الجوج اللي تلقات فيهم الجثة مقطعة كانوا سبيسيال، ما فيهم لا سمية ولا رسوم، وهذا النوع ما متعودينش عليه في المغرب. كان فيهم غير الرمز الإلكتروني اللي تيتسمى القطبة. الكارتونات اللي بدات فيهم هذوك الأطراف قطع هذاك السيد درهم في الكارتونات، ماشي كارتونة عادية، ماشي ديال لوسيور، تقريبا دونك لوسيور موجودة بزاف، ماشي كارتونة ديال الكوكا، ماشي كارتونات، دونك كارتونات اللي فيهم واحد الميزة، واحد العلامة خاصة اللي يعني ماشي شائعة بزاف في المغرب. هي كرتونات غير عادية، علاش؟ لأن فيها واحد اللصاق فيه أن كود أباغ. هذاك لو كود أباغ هو عبارة عن واحد المعطى اللي هو رقمي، ما فيش اسم، ما فيش عنوان، ما فيه حتى شي حاجة، ولكن كيبقى كيلكو شوز دو سبيسيفيك اللي تم الاستغلال ديالو. درت اون ريشيرش انترنيت، تعرفت على الشركة اللي كيهمها هذاك الكود بار، لقيناها بأنها شركة إسبانية فوق التراب الإسباني، تشتغل في مجال صناعة علب الرسائل، تقوم بتصدير هذا النوع من البضاعة إلى شركة واحدة هنا بالمغرب، يعني مستورد وحيد اللي كاين في المغرب كيستورد هذاك النوع من البضاعة. تعرفنا عليه هو كذلك من خلال ما تفحصنا الموقع الإلكتروني ديال الشركة الإسبانية، فربطنا به اتصال، تعرفنا عليه. هو الآخر عندما تم الاستماع إليه أكد بأنه بالفعل المستورد الوحيد لهذا النوع من البضاعة. الوقت اللي مشاو الباحثين ديال الفرقة لهذه الشركة هذه، عرفوا بلي راه عندهم واحد العادة ديال المنعشين قطرية اللي كيشريو عندهم هاد العلب باش كيثبتوهم في العمارات اللي كيبنيو. من ثم انطلق البحث في هذا الاتجاه، هذا يعني منعش تابع منعش، منعش ورا منعش. في الوقت اللي البحث في الكارتونة وصل لمحققين اسبانيا ورجعوهم عند منعشين عقاريين بالدار البيضاء وبدأ التحقيق جاري معاهم، كان فريق بيست الرسالة اللي تلقات في الكارتونة يحاول يلقى راس الخيط. هذيك العلبة وصل منها تلقات واحد الرسالة،
اللي كاتبها كيبغي يوحي باللي راه عملية هذه عملية ديال انتقام ما بين شخص وسيدة كانت بيناتهم علاقة نتج عليها حمل هملها. الرسالة كان الفحوى ديالها هو الانتقام من الضحية بسبب عدم الوفاء ديالو بالزواج من كاتبة الرسالة اللي هي القاتلة. بعد ما خبت العلاقة ديالهم كبرات كرشها وتفضحت عند عائلتها. الرسالة كانت فيها إشارة بأن اللي كتباتها من مدينة خريبكة. ودابا جا العيد الكبير اضطريت نمشي للدار وساق الخبر خويا وجا عندي خويا ولا خصني ننتقموا من هذا السيد إما يتزوج بك إما غننتقموا منه. فاسترجعوا أنا وخويا لواحد المحل اللي في الرسالة وقطعناه بحكم أن كان الماتيريال ديال العيد الكبير موجود شاقور لأن كتفرع الكبير الماتيريال اللي كيبغي يتباع يعني الأدوات اللي كيتباعوا شاقور مقدة هذه. فقتلناه ولحنا هنايا انتقمت منه لأنه حملت معاه بطريقة غير شرعية وما بغاش تزوج بيا وأنا وخويا اللي درنا هذه العملية لأن بهذه الطريقة باش نقطع باش ما تقولش أن بنت ممكن تقطعوا بهذيك الصورة بوحدها. الضحية كان مقطع من نصه كل جزء في كرتونة وكان جلد وجهه مسلوخ كله وما كاينش وكان طرف صباعه اللي فيها البصمات بعشرة محيدين وعضو التناسل مقطع ومحطوط بعناية في الكرتونة. فعلا ما يمكنش لأي بنت مهما بلغ الحق ديالها تقوم بهذه الجريمة ومع ذلك البوليس ما هملوش بيس دار وحدة مجرمة من خريبكة. ساقا من خريبكة كنشوفوا شي وحدة على علاقة المستوى اللي زارون ديسمون مقدمين مقاطعات شي سيدة كتشتغل في الدار البيضاء وما جاتش في العيد الكبير أولا راه حملات سمعتوا على شي خبر أنها حاملة أو بيس خريبكة ما عطات والو. أما بيس الكرتونات فالمحققين بقاو تيبحثوا في وسط المنعشين حتى لقاو آخر واحد من عمارة وشراها من نوع من الكراتن اللي فيهم صناديق البريد الإسبانية مشاو عنده. بالك أودي أنا عندي عمارة في دومارس اللي ركبت فيها دوك البواط وكاينة عمارة أخرى في طور البناء كاينة في شارع الجيش الملكي على مستوى محكمة السينما. مباشرة من بعد المحققين توجهوا للعمارة الموجودة على مستوى محكمة الاستئناف وهي تتحمل اسم فضاء المنارة حيث هي آخر عمارة تركبوا فيها صناديق البريد وكان مولاهم خبرهم أن الحارس هو اللي تيبقاو عنده الكراتن. غير دخلوا مع الباب لقاو الحارس. السؤال اللي طرح على الحارس هاد الكرتونات فين هما؟ هو في أول جاوب ببساطة جدا فعلا كاينين هاد الكرتونات المشغل اللي جابوها اللي بواطا هما راكبين وراه كاين واحد العدد ديال الكرتون ديال الخاوي. شحال ديال الخاوي؟ واحد العدد خمسة ولا ستة. يعني ملي جينا نقلبوا لقينا خاصين جوج. فين هما هاد الكرتونات اللي خاصين؟ قال لك عطيت اسم واحد الصديق ديالي صباغ باش يدير فيهم حوايجو والاخرين راه كنقدر نبيعهم. سي نورمال كونسيرج كيقدر يبيع الخاوي ديال المناضه يبيع الخاوي ديال الكرتونه بالنسبه لنا حنا كيتعامل معك عادي. الو فين هو الصديق ديالك؟ قال لك ودي هذاك الصديق ديالي عطيتهم ليه باش لانه يعني كينتقل في الشونتي دونك ما عندوش شي عنوان قار باش يوريه لي سير لو شون. راه عطيتهم ليه باش يدير فيهم غير حوايجو لانه كرتونات زوينين يدير فيهم غير حوايجو. خلاو ليه الاستدعاء باش يجي الغد ليه هو وصاحبه لولايه الامن لكن الغد ليه ما جاش لا هو ولا صاحبه. المفاجأة كانت في اليوم الموالي عندما تفاجأنا بأن الحارس لم يستجب لاستدعاء المصلحة ومن جهة أخرى تفاجأنا كذلك بكون منعش العقار الذي يشتغل إليه يتصل ليشعر الشرطة بأن العامل لديه قد اختفى وقد أخذ معه جميع مفاتيح الشقق التي كان مؤتمنا على حراستها في تلك العمارة. اختفى بواحد الطريقة اللي هي غريبة ما علمش المشغل ديالو ما علمش الناس اللي ساكنين مع الاماكن بعد البناؤون كيسكنوا معاه ما علمهمش حتى هما تفاجئوا الاختفاء ديالو وتفاجئنا بان اصبح هناك حارس ثاني للورشه. الحارس غبر اش وقع واش هرب ولا تقتل ولا شنو؟ بسرعه المحققين تجمعوا وقرروا يمشيوا لعين المكان اي فضاء المناره. وصلوا لقاو العساس الجديد والبناية عاودوا استجوابهم النتيجة لا معلومات. أصبحت الشبهات كتحوم حول هذا الاختفاء ديال هاد المسمى زويتا وأن مسألة تفتيش الغرفة ديالو أصبحت مسألة حتمية. غرفة زويتا كغرفة كل حراس العمارات تتكون في أسفل العمارة كانت صغيرة وفيها مرحاض ورغم بساطة محتوياتها كانت نقية ومرتبة مزيان
قليل من الحراس اللي تتكون عندهم حال هاد اللمسه. دخلنا البيت تعرف التفتيش، درناه بتدقيق، الزينة المضربة لقينا فيها الجريدة اللي صفحات ديالهم بجوج هما اللي تلقاو مع الجثة، ولقينا تحت المضربة. التفتيش حنا ما تنبغون نسيرو بفرقة على ما خدمة ديالنا، ما تنبغي نخلو حتى حاجة. تجاسرنا لواحد البيت اللي هما بحال تحت الدروج يحطوا فيه لي زومبارا وهذاك الشيء، لقيت فيه شي كراطي معايا جوج الناس ديال التشخيص القضائي، رئيس ديال التشخيص القضائي وواحد ديك الساعة دار ضابط مفتش يتيم. تنقلبوا لقيت طرف هذا البلاستيك، نفس البلاستيك اللي تلقاو معايا الجثة، غير لقيت هذاك البلاستيك ما بغيت نخلينا حتى كرتونات. بيت واحد الكرتون نجبد الدفتر، درت الوريقات ديالو، لقيتهم الصفحات اللي فيه هما الصفحات باش مكتوبه رساله في الخطوطه في لي كارو في كل شيء درت ليها. بعد تفحص هذاك الدفتر كنلقاو ورقه مقطعه وكنلقاو اثار ديال الكتابه. هنا أصبحت الشكوك قوية على أن الرسالة اللي اعترنا عليها مع الجثة الأخيرة اللي توجدت بحي المعارف أنها يمكن تكون تكتبات في ذاك الدفتر. أمام هذه الاكتشافات الغير المتوقعة كان لابد ينادي على الشرطة العلمية، حيث شعروا مجرد شعور ولكن قوي جدا أنهم في داخل مسرح الجريمة وأن زويدة هو المجرم. بقى خصهم المزيد من الإثباتات الحقيقية التي يقدمها العلم. جاءوا العلم كان قاموا بتفتيش، لقاو بعض بقع الدم على الحائط ديال الحجره تمت الازاله ديالها، ولكن استعملوا الادوات ديالهم وتبين انه بالفعل كانت هناك اثار دم وتم الغسل ديالها. الشرطه العلميه شتموا بتزويته ونقلوا للمختبر كل الادوات والاشياء اللي اشتبهوا فيها، ومنها شاقور تورنوفيس وزيزوا. وفي المعاينة الدقيقة لقاو الدم في الليقات والغطا ديال السرير في واحد السروال. من جهة أخرى جراو بحوث بين أثر الخط اللي لقاوه مضغوط على صفحة بيضة في الدفتر مع الخط اللي في الرسالة ومع الخط ديال فاكتورات العمارة اللي كانت يكتب زويدة. التقنية ديال الفولاج التي أجريت على الدفتر أبانت الوقع ديال الحروف من شدة الضغط على الورقة اللي مكتوبة فيها رسالة، يعني بقات الحروف من شدة الضغط على الورقة الموالية. العمارة تبنات باش تكون مكاتب ولكن الباقي ما مستغلاش، واخا تبعوا فيها بعض المكاتب إذا زويته كان حر تيتحرك فيها كيف بغى. البوليس قرروا يقلبوها كلها. بدينا كنفتشوا طابق بطابق، مكتب بمكتب، إلى غاية الطابق التاسع. كانت المفاجأة أننا ملي دخلنا لهذاك المكتب الطابق التاسع لقينا الحمام مسدود من الداخل، فملي استعنا بأن سيريو يحل لنا الحمام كنتفاجئوا بتواجد جثة ملقاة على ظهرها لشخص ذكر. نفرش واحد البطانية جثة هامدة، كان تيخرج من الفم ديالو واحد الرغوة كشكوشة، وحداه كان جوج القراعي ديال مبيدات حشرية، وهي تستعمل عادة في الحقل الفلاحي كمبيدات حشرية، ولكن تستعمل كذلك من أجل الانتحار عند مجموعة من الناس تنتحر. لقينا كذلك بالقرب منه واحد القرعة ديال الماء القاطع مملوءة حتى المستوى ديال الثلث، وكذلك على مستوى اللافابو لقينا واحد التفاحة مقضومة إلى النصف، يعني العرض منها تقريبا النصف، والجثة كان تيبدو عليها
اثار ديال واحد التعفن، بدايه التعفن وبدايه التحلل، بحيث انه كانت واحد الخضوريه على مستوى البطن ديالو. وقيمنا التاريخ ديال الوفاه ل 16، ما بين 16 و 24 ساعه قبل اكتشاف الجثه، وقمنا باجراء التشريح على الجثه. وبالفعل على مستوى المعده لقينا بانه كاين هناك بقايا ديال هذيك التفاحه، وهذا تيدل على ان الوفاه كانت ساعتين الى ثلاث ساعات على الاكثر بعد تناوله لديك التفاحه. كما يعني شتمنا الرائحه ديال هذوك المبيدات الحشريه على مستوى السائل المعدي. والتحاليل اللي انجزناها بعد ذلك على هذاك السائل المعدي اثبتت بالفعل على ان الهالك تناول المبيدات الحشريه اللي وجدناها، وكانت هي السبب المباشر للوفاه. باستثناء الشقة اللي لقوا فيها زويتا منطحة، الطوابق الأخرى كانوا المحققين ما لقوا فيها والو. كان باقي لهم المجازات ديال العمارة، نزلوا لهم لعلهم يلقوا أدلة إضافية. لقينا واحد الكيس بلاستيكي أسود، كتنبعث منه واحد الريحة اللي ما يقدرش الإنسان يشمها. الوقت اللي قلبناها كنلقاو فيها الجلد ديال الوجه ديال آدمي، وفي اللي كيبانوا فيهم يعني بواحد الصفه جليه هو الشفتان والذقن وواحد السنه او جوج، لان هذاك الجثه كانت تلقى الفك ديالها مهشم، يعني هرسوا بقوه. من بعد مشينا للور ديال ذاك العواد وذاك الخشب اللي كان، كنلقاو جوج ديال الميديات، يعني جنوة كبار، وحده مقسومه على جوج وحده باقا صحيحه فيهم اثار ديال الدماء. ولقينا واحد طرف ديال الكارتون اللي تا هو ملطخ بالدم. المحققين وصلوا للمجرم زويتا ولكن لقاوه ميت من الضحر. اكيد بقات فيهم غصه حيت ما شدوهش حي، خصوصا انهم تلقاو به مسار البحث. الضابطة القضائية يلا أول مرة كتمشي عند هاد زويتا محمد، وملي مشات عنده عرفات بأنه هو فعلا هو اللي كيشري، هو اللي كيتسلم هذاك الكارتون اللي كان كيخليه صاحب العمارة كيعطيه ليه. هنا الضابطة القضائية من خلال البحث ومن خلال يعني الوسائل باش خصت ماشي في، لان بقى عندها شكوك، واش لان ما كاينش هناك شي دليل مادي قاطع بانه الشخص يعني هو اللي ارتكب جرائم القتل. العمل ديالهم كنعتبره يمكن مش اول مره، ولكن كان حرفي جدا، ان الطريقه باش وصل المتهم من خلال دوك العلا الكرتون اللي لقوا فيه واحد السميه شركه اسبانيه، واضطروا يبحثوا في الانترنت وصلوا لها. يمكن المشكل انه من وصلوا حتى القاتل واستمعوا ليه، يمكن الذكاء ديالو هو اللي ما خلاوش انهم، وهذا ما يمكنش نلوموا عليهم لانها مساله عاديه. بحكم انني كنت اول من احتك بزويته، زويته انسان عادي جدا، يعني سور لو بلان بسيكولوجيك كيبان لك انسان عادي جدا، يتكلم بطلاقه. حتى الأسئلة التي وجهت له في هذه الساعة أجاب عنها ب أنا كمحقق جاتني يعني أجوبة موضوعية. كتسولو على الكراطن كيقول لك فعلا الكراطن راني اللي كنتصرف فيهم، فين كديرهم؟ راني كنجمعهم من بعد كنبيعهم. لا ما بعتيهاش اش كدير بها؟ راني كنعطيها للأصدقاء ديالي اللي شوحوا لي في حاجة إليها. يعني على المستوى النفسي كان أنا جاني إنسان عادي عادي جدا. اللي خلى أنه تبين أنه محكم في راسه مزيان هو طرح لي السؤال على الكرتونات وجاوب بمنطق، لا بغيت نقول بمنطق ديال الكونسييرج. كرتونات فينا هما؟ يعني كاينين كرتونات ها هما، راه كنجمعهم كنبيعهم، خاصين واحد الكرتونات عطيتهم واحد الدري صاحبي باش يدير فيهم حوايج، راه حتى هو غير يعني كيشتغل في لي شونتيي. سي نورمال ان واحد كيشتغل في شونتيي غادي يدير، ما عندوش ماريو، ما عندوش ناموسيه، لان عنده غير واحد العود علاش كينعس، كرتونه كيدير فيها حوايجو، بوطه كامله. يعني كانت يقن نفسه يعني بسرعه اكثر ما ممكن اي واحد يتصور، بدليل تعطاته استدعاء باش يجي الغد هو ذاك صاحبه، غير باش ينور نار ربما الكرتونات عطاه هو شي واحد اخر، ماشي هو اللي يكون هو الفاعل الاصلي.
يتهم بجريمته واختار يوقف المتابعه والمحاسبه ديالو بطريقته، لا تحقيق مع بوليس ولا محكمه. ولكن واش تمكن يغلق القضيه ككل؟ اش تيقول القضاء؟ حسب مقتضيات قانون المسطره الجنائيه ان عند يعني تسقط الدعوى العموميه طبقا لمقتضيات الماده 4 من قانون المسطره الجنائي بموت المتهم. بالنسبه للمحققين الخدمه ما سالتش، المجرم هو جزء من القضيه، الجزء الاخر هو الضحيه ديال الكرتونات اللي تمكن زويته مكرو وحشيته باش يخليه ما معروفش، وزاد غموض هذه القضيه انه انتحر، تجربه ما عمر البوليس عاشوها. شهر من بعد ارتكاب زويته الجريمه ديالو، يعني شهر باش كانت الضحيه باقا في لامورغ، كتلقى الجثه ديال زويته وفي لامورغ كتجي جثه فوق جثه، يعني الضحيه مع القاتل ديالو. لاول مره على ما اعتقد كنصادفوا حاله اللي كنتعرفوا عليها، فيها تعرفنا فيها على الجاني، يعني اون ايدونتيفي الجاني قبل ما نيدونتيفيو افون ديدونتيفي لا فيكتيم. في التحقيق الجنائي البوليس ما خصهم يهملوا او يحتقروا حتى جزئيه. بالنسبه للضحيه عندهم حاجه وحده قالوا يمكن تنفع واخا الاحتمال ديالها ضعيف، هي صوره كفاه، والسبب ان شعره كانت عنده خصوصيه. كان فعلا من دور يعني ممكن الرياض كتشابه، ولكن كان شعره مكريبي شويه، تعرف الفتره دابا باش تلقى واحد اللي مكريبي شعره قليل بزاف. فحاولنا نستغلوا النقطه ديال ايدونتيفيو من خلال اللور المؤخره، لان وجهه محيد وجهه نهائيا. اغلبيه الناس هذا المعطى ما كيدخلش للمراسم مثلا، هو ان الحلاق هو الشخص الوحيد اللي كيتمعن في القفه ديال الانسان واحد اخر ربما اكثر من الانسان نفسه. حنا دابا اي واحد فينا ربما تسول وتقول له القفه ديالك كيفاش داير، ما يعرفوش كيفاش داير، ما يعرفش الخصوصيات اللي فيه، ربما الخصوصيه ديال البشره، ربما عنده تجاعيد معينه في القفه ديالو، ربما عنده واحد مثلا شي حبه او شي خاله او شي حاجه اللي هي موجوده في القفه ديالو، ولو كون شافها مره واحده ولكن ما كيتمعنش فيها وما كيشوفهاش بالطريقه كيف ما كيشوف مثلا هذاك الحلاق. هذاك الحلاق خصوصا اذا كنت انسان كيمشي عند واحد الحلاق معين دائما، فهذاك الشخص كيقدر انه يقدر يفيدنا بهذا المعطى، يقول لك ودي مثلا هذه الصوره ديال القفه ربما هو ما كيعطيش جزم، ولكن تيقدر يفيدنا كيقول لا ربما ديال واحد فلان. مشاو عند الحلاق ما وصلوا لوالو، مشاو للبارات حيت الضحيه ديال الكرتونات لقاو فيه ريحه الشراب، يمكن يكون كليان في شي بار ويتعرفوا العمال على شعره، ولكن ما وصلوا حتى النتيجه. في نفس الوقت المحققين وضعوا العمارات تحت المراقبه، لان اي شخص عنده علاقه واحتمال يكون شي واحد من صحاب زويته ما فراسو بوالو ويجي يسول فيه. بغينا نعرفوا علاقه زويته معاه من شكون عنده علاقه، لان عماره باقي خاويه وعماره جديده حتى على مستوى الحي اللي كنت فيه العماره، حي غير اداري تقريبا، يعني ما فيش سكان، دونك ما عنده ما كاينش علاقات، كاين واحد عساس اللي كيمشي، دونك درنا واحد الحراسه مشدده على المحل ديالو. من حسن الحظ النهار اللي درنا الحراسه تقريبا هذيك النهار جاو شي ثلاثه ديال البنات، فهنا باش غنوصلوا ان زويته راه عنده علاقه مع الفتيات. ملي جابونا الكوميساريه قال لك دويش كل اللي كنتو كتسينو، لانه حنا ما كنا كنسينو حتى واحد. الوقيته اللي شفت راسي انا صافي صافي قلت لي كنا كنسينو في سي محمد. ملي قلت لهم سي محمد جبدوا لي تصويرتو. واش تعرفي هذا السيد؟ تنعرفو. شكون هو؟ فلان زويته. اش زويته الملقب بشنو؟ ملقب بالبهجه، حيت كنا تنعرفو اصلا كنا بالبهجه، ما تنعرفو سميتو الحقيقيه، تنعرفو البهجه زويته. شنو علاقتك بهذه زويته؟ كنت كنمشي لعندو ديما، كنت كنمشي لعندو، كنبات معاه، كنقصر معاه. شحال من تعرفتي عليه؟ 93. 93، كيفاش تعرفتي عليه؟ داتني لي واحد الدريه سعيده. سعيده سعيداش؟ ما عرفتش سميتها، كيقول لها سعيده مزابيه. صرحت لنا على ان سعيده مزابيه كانت كتقوم بقص اظافر ديال الاصابع ديالها باليمنى، وكتخلي الاظافر ديال اليد اليسرى، وانها كانت الاظافر ديالهم كدير لهم واحد نوع من الصباغه، نوع من الصباغه مميز. حنا بالرجوع الجثة اللي تكتشفت في لاجيرون كنلقاو بالفعل ان صاحبة الجثة عندها الاظافر ديال اليد اليمنى مقطعة، والاظافر ديال
ديال الأسرة على صبغة مميزة وأنها غير مقلمة. واش ديالها ولا ماشي ديالها؟ هادو إيديها متأكدة منهم ولا إيديها؟ متأكدة منهم ودفارها بحال هكا دايرين. وهذه هي اللون ديال الصباغة اللي كانت كدير هادو يدين ديال سعيدة. متأكدة منهم؟ يفو وراوني التصويرة ديال البنت ديال سعيدة. دخلت عند البنات التنجري قلت لهم سعيدة قرنها زويتها. الشهيدة فتحت للمحققين بطريقة مفاجئة بيست الضحية ديال لا جيروند اللي لقاوها بلا راس ومقطعة على جوج طراف، سميتها سعيدة المزابية. لكن أقوال الشهيدة ما كافياش، خص عائلتها. وحدة من البنات خبرت المحققين بأن عندها أختها في الدار البيضاء، هزوها وداتهم عندها. توصلنا للأخت ديال سعيدة المزابية، استخدمناها معنا للمكتب، بحثنا معها، أكدت لنا نفس المعطيات اللي أكدوا لها الصديقات ديالها على صبر أنها اختفت وأنها مابقاتش كتعرف لها تشي معلومات. عرضنا عليها بالصور ديال اليدين ديال الجثة ديال حي لا جيروند، أكدت لنا بلي أن اليدين ديال الأخت ديالها اختها تعرفات على يديها. هي هذه سعيدة المزابية في الصورة، كانت جات هي واختها للدار البيضاء كخادمة في الديور. سعيدة ما بقاتش باغا هاد الخدمة فتحولت للفساد وتم تعرفات على زويتها. سعيدة كانت صاحبتو، هي اللي داتنا عندو النهار الأول. كنا تمشيو لعندو تشربو عندو تنكميو عندو، اللي بغينا تيجيب علينا تناخدو من عندو فلوس صافي. بعد خطرات ما تنلقاو فين نباتو تنمشيو لعندو تنباتو عندو. زويتها كانت حياته في الليل كلها قصارى، كانوا البنات وكانوا حتى بعض صحابو. عزيز هذا هو العساس الجديد اللي جاب من العمارة من اللي غبر زويتا، كان خدام في العمارة من اللي كانت تتبنى، وكان مطلع على عالم زويتا بما فيه علاقته الغريبة مع سعيدة المزابية. كيعطيهم فلوس مزيان وهو عشقوا فيه راه صار. أنا كيتخاصموا. علاش كانوا كيتخاصموا؟ كانوا يتخاصموا على الشكل ديال الدريات أخرين كيجيبهم هو، كتسيق الأخبار هي كتحيي. واحد اليامات كنا شنا سعيدة حملات، ولكن باش نعرفوا معامل ما عرفناش معامل. المزابية ملي كانت حبلة على حساب الشهود والبنات والبناية اللي كانوا معاه، كانت دائما تتنوض مع الصداع على الكرش. أعطيني ملي ولدات وليت تقول له تعطيني الفلوس باش أنا الخدامة فين ما تمشي تنوض مع السكوندال. زويتها ماشي غير قتال وصافي، بل قتال وتعلب، كل شي عنده محسوب. جبت الكارتونات حيد لها الوجه وطرف الصباع اللي فيهم البصمات، أما سعيدة فحيد لها الراس وفالبرو، ولكن خلى لها يديها كاملين. المحققين حتى تعرفوا على الضحية عاد عرفوا علاش، لأنه عارف أنه ما عندهاش لكارت ناسيونال، دونك حنا ما يمكنش نوصلوا لهذ السيدة إلا من خلال الراس. هاد الجثة الأولى تلقات مقطعة بلا راس ويديها كاينين. عرفت إذن ضحية لا جيروند، وخلال قيام المحققين باستجواب الحارس الجديد عزيز حول تفاصيل حياة زويتا والسهرات ديالو، جبد لهم أن زويتا كان تيعرف واحد الحارس ديما تيجي عنده، وأعطاهم معلومة بسيطة ولكن مفيدة في البحث. الشخص من كينتمي لنفس الدوار اللي كينتمي ليه زويتا كيعمل حارس إحدى الفيلات بمنطقة المعارف قرب بالقرب من توين سنتر برج التوأمين. أنه كان كيتردد عليه بين الفيلة الأخرى حتى هو اختفى وما بقاش كيتردد. ركزت على الفيلات، بديتها من الدائرة الثانية مع واحد المفتش بالشعر ونعطي واحد البهجة واحد السمو حماد والو ما كانش. حتى الزنقة الثانية وخلا من بعد زرقتوني ولا تقريبا أنفاس توين سنتر، دخلت الفيلا الأولى الفيلا الثانية لقيت واحد الأساس عقلو متقاعد من القوة المساعدة زعما عسكري. السلام عليكم. السلام. قلت له
خلي بغيت نقول لك واحد الحاجه، الشرطه تنقلب على شي واحد شي حساس اغبر من العيل الكبير اللي انا. يا ولدي واش نقول لك؟ واحد هو في هذيك الفيلا راهي بهذا اللفظ، واش راه باقي صغير باقي عاجبو راسو تي يربي الشعر ويدير الدهنه ويدير. قلت له فين؟ قال لي هذيك الفيلا. صرحت لنا صاحبة الفيلا أن الحارس ديالها اختفى قبل عيد الأضحى، أنها قال لها غنمشي ندوز مناسبة عيد الأضحى مع أفراد العائلة ديالو بلوحة مراكش. أسيدي حنا في العيد الكبير قال لك بغا يمشي عيد مع والديه، عطيناها خلصناه شي شهور كان تيسألهم، المهم قالت لي 4500 ولا ما عرف بحال هذا الشكل، ودورت معاه وعطيته وشريت له بورتابل وبنادم ما فيه خير ونعيط له. جاوني النهار الاول، النهار الثاني قطع عليا. امام هذا الامر هذا طلبنا من صاحبه الفيلا تمدنا الى كانت كتوفر لنا نسخه من البطاقه الوطنيه ديالو. بالفعل عطاتنا نسخه من البطاقه ديالو، وطلبنا من ديك المصلحه ديال الجدادات المركزيه باش ترسل لنا الصوره ديالو مكبر. اذا بهاد الصوره عرفنا بانه الشكل ديال الفم ديالو والذقن راه كيتجاوب مع الصوره، وعنده علامه مميزه هما الخالات اللي في الوجه. كيفاش المحققين عرفوا بان الصوره اللي عطاتهم السيده مطابقه مع وجه ضحيه الكرتونات اللي محيد تماما؟ ملي لقى وجه الوجه في المجازه ديال العماره خداه الطبيب الشرعي وداه للمختبر، وتماك دارت ليه واحد العمليه فريده من نوعها. كان الدكتور سعيد الوهنيه كان انذاك كان هو رئيس ديال مصلحه الطب الشرعي، كانت واحد التقنيه حديثه اللي ما عمرها كانت استعملت من قبل، واللي كان هو عنده الفضل انه يستعملها، هي التقنيه ديال ترميم الوجه عن طريق الشمع او ما يصطلح عليه بلاصيغ. هذيك العمليه استغرقت واحد الوقت لان ماشي سهله باش يقوموا بها، ولكن في النهايه عطات الحمد لله نتيجه ايجابيه. والاب ديالو الشقيقه ديالو تعرفوا عليه بواحد التوحيمه في الجسد ديالو. ضحيه الكرتونات ما بقاش مجهول، هو محمد حايش كان حارس فيلا وصديق زويده، جوجتين حاضروا من منطقه واحده ولاو صحاب من مده طويله. حايش كان ديما تيجي عند زويده يقصر عنده، بقى دابا هويه الضحيه بن طفيل اللي لقاو الاول ولقاو فيه غير النص السفلي. بحثنا في الابحاث لفائده العائله اللي كيسجلوها العائلات لابناء ديالهم كيختفوا، وكيسجلوا شكايات حول الاختفاء ديال الابناء ديالهم في ظروف غامضه. باش نقلصوا من دائره البحث حاولنا بالتنسيق مع الطبيب الشرعي حاولنا نحدوا العمر ديال الضحيه اولا، ثانيا حاولنا نعرفوا بعض المميزات او لي كاركتيرستيك ديال هاد الضحيه، من بينها اولا البوانتيير ديال رجلو. وطلبنا من جميع المراكز انهم يزودونا بالابحاث اللي فائده العائله كتسجل في مختلف المدن. يقدر يكون واحد الانسان مثلا كيعمل في الدار البيضاء والعائله ديالو كتعيش في واحد المنطقه بعيده على الدار البيضاء وكيسجلوا، اذا يقدر يكون هذا ماشي من ابناء الدار البيضاء. توصلنا بهذوك الشكايات وحاولنا نقبوا على شي حاجه اللي تقدر توصلنا لهذا الشخص هذا. كانت المساله شويه صعيبه في البدايه، شويه حاولنا نستعنوا بالصور ديال هذوك الاشخاص اللي مختفين، وتركزنا على الصور الاشخاص يكونوا مثلا لابسين دي شورت كيمارسوا رياضه او في البحر، لان عندنا اطراف سفلى عاريه. هاد البيست كانوا المحققين خادوها في الاول ملي اكتشفوا الجثه، اما دابا بعد ما وصلوا لزويته وتعرفوا على الضحيه الثانيه سعيده المزابيه وعلى الضحيه محمد حايش، فكانوا متاكدين ان هذه الضحيه الثالثه ما يمكن يكون الا من محيط زويته حتى هو. خلال البحث البنات والحارس الجديد خبروا المحققين ان واحد ولد عمو اسمه عبد المجيد كان تيجي عنده من بعد ما بقاوش شافوه. ولاو كيسولوا عليه زويته كيقول له ولد عمك فين مشى؟ كيقول لهم راه مشى يدوز هاد الايام ديال العيد، مشى يدوزها مع العائله وراه غيرجع. بعد ما طال الرجوع طالت الفتره ديال الغياب ديال ولد عم زويته، ولاو كيسولوه الاصدقاء ديالو كل باستمرار ولد عمك راه اختفى ما بقاش رجع ما بقاش باغي يخدم كذا هذه، ومازال كيتسال المقاول كيتسالوا الفلوس وكذا واختفى.
فإذا بالمسمى محمد الزويتة حسب تصريحات ديال المسمى العزيز، ولا كيروج ليه الفكرة ديال أن ولد عمو حسب الأخبار اللي توصل بها من طرف العائلة ديالو أن ولد عمو حرق الطاليان. احتمال الضحية يكون ولد عمو. انتقلوا المحققين لمراكش وجابوا عم زويتة وولده وعمته، يمكن يتعرفوا عليه غير من نص الجثة السفلي اللي موجود. هنا سألنا الأفراد العائلة ديالو واش يمكن لهم يتعرفوا على واش يمكن لهم يعرفوا خصوصيات الجثة، الملاميح، شي حاجة مميزة. الأم والأب صرحوا بأنهم يصعب عليهم يقوموا بهذا، يعطوا شي معطى محدد، في حين أن الأخ ديالو أبدى واحد القبول أنه استطاع أنه كيعرف الأخ ديالو. أكد. الشاب أكد أنه يقدر يتعرف على أخوه وخا ما كاينش النص العلوي للجدة. علاش عرفتي كتمشي معاه؟ شنو عمرك شتي عليها؟ كتمشي ولا بيسين؟ كتمشي شي تعومو في الواد؟ شنو الحمام؟ شنو حمام؟ ها؟ لا حمام. أخوك شحال هادي باش عمرها؟ العام دابا. عام؟ تقريبا شمن من العيلة الكبيرة. ما يمكنش البوليس يوقفوا عند الشهادة الشفوية ديال خو، ضروري من دليل علمي. فلو تيست ادين اللي تجراو على العائلة ديال بعض الافراد من عائلة الزويتة اظهرت طريقة علمية ان هذاك الجزء السفلي اللي تلقى احدى المدرسة المذكورة يعني لدين ينطبق مع لدين ديال احد اقرباء زويته. الضحيه كان اسمه عبد المجيد فريد وهو ولد عم زويته حقيقي، وقع ما عندهمش اسم عائلي واحد. كان عبد المجيد بناي وما قاريش، اما زويته فتزاد منطقه اوريكا بنواحي مراكش في 1968 ثم قرا، وفي الثانوي انتقل لمراكش واجتاز البكالوريا علوم بسهوله. الخلق الفيزيك يعني الداد ديالو مويان، يعني تقريبا بحالي الا بغيت تقول، غير هو صحيح اغلظ عني شويه. وجهه كيبان في ديك اللمحه البدويه بين قوسين، يعني مبين ماشي ولد الدار البيضاء كما كنقولوا حنايا بين قوسين، ما احترموا الناس، ولكن يعني كتقول هذا مثلا شلح، هذا ريفي، هذا صحراوي، هذا من زاكورة، فهو بين انه انسان ماشي يعني ماشي من الدار البيضاء، يعني من الشكل ديال وجهه. شعره تقريبا مش محسن، عادي جدا، في علامة اللي بينها مزيان هي عينه. كان ممكن مثلا ندير غير اغريسون خونا بورطابل غنقول لك طخ طخ في الزنقه باين، يعني بحال داك اللي عنده ناب ديال بحال في السيكاتريس، بحال اللي عنده ناب ديال الذهب، بحال اللي عنده فهاد ديال عينه باينه مزيان، يعني بين عنده واحد العين بين حوله شويه وطيحه. ما كملش القرايه ودخل الدار البيضاء وخدم بالناي وتخلى على هاد الحرفه ولا حارس عمار. زويته ما كانش كونسييرج، كان كونسييرج، وبحكم انه متعلم شويه وقاري شويه، فمول المحل كانت هذيك العمارات تقريبا كملت، مخلي لي الصورت، مخلي لي ورقه فيها لي بري وفيها الميتراج ديال المكاتب وديال، خلي لي يعني تقريبا هو اللي كيتفاوض اوليا مع الزبون، عاد ممكن يتصل صاحب العماره باش يجي يربط. دونك يعني ما كانش كونسييرج غير كيشطب وكيجفافو، كان كونسييرج اللي يعني مسؤول شويه، عطي واحد المسؤوليه مول المحل. ظريف تنعيروه بترخليه وما نديرو ليه بتهش فينا الراس، وكان قاري، وكان قاري بزاف لدرجة أننا كنجلسو حنا نهضرو على شي موضوع ملي تهو تينقز لشي موضوع آخر اللي حنا ما عارفينوش تيبقى تيفهمنا كيفاش يطو، فهمتي؟ صافي. وكان نقي 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 بزاف. الضحايا ديالو بثلاثة كانوا قراب بزاف منه، ومعاهم كانت تدور حياته، ولد عمه وصاحبته وصاحبه.
وهادو بثلاثة كانت عندهم خصوصية تجمع بيناتهم. عندهم واحد صفات مشتركة، أنهم أفراد معزولين، معزولين اجتماعيا، بمعنى معزول اجتماعي إلا خدنا هي الأشخاص الذكور يعني الرجالة بجوجهم ماشي من الدار البيضاء، يعني كيجيو من الناس اللي كتعرف الدار البيضاء كثيرة بهذا النوع ديال الناس اللي كيجيو يشتغلوا كيخدموا العام كامل، إمتى كيمشيو؟ كيمشيو في عيد الكبير، عيد الكبير كيمشيو يجمعوا داك الحصيصة اللي جمعوها كاملة كيدوها للدار يعيدوا مع والديهم. دايور واحد فيهم راه تكتشف ليلة العيد يمكن فاش وقعت الجريمة. هاد الجوج كما كنقول عندهم هاد الخاصية، الخاصية الثانية هي حتى السيدة الأخرى اللي كانت عندها علاقة مع غرامية وجنسية أو عاطفية، حتى هي كانت معزولة شوية اجتماعية لأنها كانت كتشتغل في ميدان ديال الليل، وكانت كما تنقولوا هادو اللي غبر فيهم ما كاينش اللي غيسول عليه. زويتا قتل الضحايا ديالو في أوقات مختلفة، بين ولد عمو سعيدة المزابية 4 شهور، وبين هادي والحارس محمد حايش 5 شهور تقريبا، ونفذ العمليات ديالو بحس إجرامي استثنائي. الجرائم اللي كيرتكب هاد الشخص والطريقة باش كينفذها وكيفاش دابا كيكون جالس وكيحاول يقطعها بطريقة محكمة، وكيفاش كيحطها في يعني كيوزعها في بلاستيك ولا في كارتون، كيبين بأنه كيرتكب الجريمة أولا بواحد الوحشية، وكيبان بأنه ما عندوش الارتباك وما كاينش كتحس بيه بأنه هادئ في ارتكاب هذه الجرائم، بل أدهى من ذلك أنه كيبان بأنه كيحاول يكون ذكي في طمس معالم الجريمة. كان باه تزار وعلمو تقزرت من صغر، ولكن البهايم ماشي هما بنادم. بالنسبة لزويتا والطريقة باش استعمل الموس والشقور في الضحايا ديالو، كيبان أنه تعامل معاهم كوحش متعطش للدم. السؤال هو واش زويتا تيدخل في قائمة القتلة بالتسلسل؟ كاين مواصفات للقاتل بالتسلسل بهاد المواصفات الغربية اللي كنعرفوها مثلا في الدول الأخرى. الشخص أولا ملامح ديال وجهه لا تشي بشيء، كيبان الإنسان غامض، يمكنك تقرا كما بغيتي، إنسان طيب أو شرير. ثانيا الطريقة باش كيقتل، كيبين أن السيد يتردد، أن أول مرة كيرمي نصف الجثة، ملي كيلقى أنه مكيوصلوش للأمن يعني كيوصل أكثر، كيرمي الجثة بدون ملامح وبدون أصابع. في المرحلة الثانية كيوصل لمرحلة أخرى، يعني نوع من التحدي لرجال الأمن. حتى ملي وصلوا لرجال الأمن واستمعوا ليه، يعني ما نهارش ما بان حتى حاجة، بمعنى أنه السيد يعني متمكن على يعني عنده قدرة قوية. فالأسئلة اللي كطرح لي من طرف الأقارب والناس كيسولوا على ذاك ابن عم ديالو أو الفتاة، يعني كاين ذكاء في انه حاول يبعدهم. السيد اللي فعلا قتل ثلاثه ديال الضحايا، ولكن ما كيطبقش عليه التعريف ديال القاتل بالتسلسل كما كينطبق مثلا على هشام الراوي ديال السطات، لان هنايا حنا قدام واحد السيد اللي تنسبوا ليه ثلاثه الجرائم اللي كنا نسميهم هما جرائم بالتسلسل بخلاف قاتل بالتسلسل. وممكن نشرحها بالطريقه ديال انه الناس الضحايا عندهم واحد الصيرة كيعرفهم، والجريمة نفعية، يعني كما تنقولوا عندها واحد الموبيل، والموبيل كيختلف من 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 ضحية لضحية. يمكن كما تنقولوا الموديس اوبيراندي، يعني المود اوبيراتور، الطريقة باش دار الجريمة والطريقة باش الجثث تتقسم وكتفرق وحدة. هنا اش كنلاحظوا بان ماشي السلوك ديالو اللي كيتعاود نظرا لواحد الحاله ديال الفانتازم اللي عزيز عليه، لا، هنايا ملي كيتحط في واحد الموقف ردود الفعل ديالو اللي بوحده اللي ايدونتيك اللي كتشابه. اعتقد انها لا تعدو كونها جرائم عاطفيه. انت اذا تاملناها كلها دائما كنلقاو العنصر النسوي داخل فيها، ودائما كاين العنصر النفعي داخل فيها، لانه ربما غادي يكون ارتكب سرقات وارتكب اشياء ديال سرق مسائل ديال الضحايا ديالو. يعني الى قارناه مع مجرمين اخرين كنلقاوه الجرائم ديالو تدخل في خانه لي كريم باسيونيل. اشنو هي الدوافع اللي دفعته يقتل الناس عزاز عليه وكانت عنده معاهم عشره طويله؟ زويتا انتحر بدمها الحقائق الخاصة بدوافعه الإجرامية، ولكن المعطيات تتفتح باب التكهن. بالنسبة لسعيدة المزابية فالعلاقة بيناتهم كانت معقدة بزاف، تتفسد عليه وتيفسد عليها، وتيتجمعوا في مكان فيه ديما سهرات الفساد، وفي نفس الوقت
تتبدا تزوب الحمل ديالها. وقت السيده لان كتجي كتقول لي انا حملت معاك وخص تلقى لي حل يتبين من بعد انا ياسات سعيده خص تلقى لي حل هو ولا مديرونجي ولا خدمته ما بقاش غير كونسياج ولا شويه كيبان لي انا مع الباترون كيعطيه كيبيع العمارات ولات عنده في الاول كانت عنده علاقه عاديه بحكم انه هو كونسيرج ويا هي كانت علاقه جنسيه في الشارع وصافي فمني ولا كيمولا كيتحل كتبين لي انا مستواه بدا كيطلع ففعلا ما بغاش يبقى علاقته مع ديك السيده وبغيت نكر ليها فقلت ملي قالت لي راني حامله فبان لي الحل الوحيد هو يصفيها. اكثر من هذا الشيء زويته كان عنده حقد مدفون تجاه البنات والسبب على حسب ما تيتقال هو واحد الجرح عاطفي تعرض ليه في الماضي ديالو. مرة وحدة اللي جلست أنا تنهضر أنا وياه وكان عاود لي على بنت كان باغي يتزوج بيها في البلاد ديالهم وديك البنت بغات الفلوس دارهم ما قبلوش لي حيت هو فقير كانت كتقرا معاه ما باستطاعتوش باش يتزوج بيها ويكون لها المستقبل ديالها ولا يدير لها شي حاجة وهي تقول قال لها انا غنخرج من القرايه وغادي نمشي نخدم نجمع الفلوس ونجي للبلاد ونتزوج بيك على حسب ما كان كيعاود هو خرج من القرايه جا خدم شي عام ولا ما عرفت شحال جمع فلوس ملي مشى للبلاد لقى البنت تزوجات الوغ انا كنظن هذه هي العقده الوحيده اللي بقات عنده من جهه البنات صاحبه محمد حايش اللي تلقى في الكرتونات علاش حتى هو قتلو؟ نرجعو لسعيدة المزابية فاش كانت حاملة كانت تتبدا الزويدة وتطلب منه الفلوس وولداتو ولات تطلب منه الفلوس كتر ملي تقتلات وتعرفات وتعرف محمد حايش الشرطة العلمية قامت بتحليلات قضيين على زويدة وسعيدة وحايش والطفل المولود النتيجة كانت مفاجئة تبين بأنه هو ولد حايش لأنه بعد ما كان كل شيء تيقولوا حتى الزبية اللي تعرفوا صحابتها بأن حاملة مع زويتها وتبان لي أنا زويتة قتلت ديك سعيدة فابور راه ماشي كنكون كاع ديك الوشاط لافير توصل كاع للبوليس وتبان كاع راه أنا ماشي هو اللي محمل سعيدة يعني أن سعيدة مزابية كانت على علاقة بمسمى زويتة وأنه وصل على العلم ديالو أنها ربطت علاقة مع الشخص آخر فقرر ينتقم منهم بجوج وانه كل قرر ينتقم منهم جوج وانه كل واحد كما كنقولوا تسنى الفرصه المواتيه باش يقتلوا الخيانه والانتقام هذا هو عنوان جريمتين بجوج ديال زويده يبقى السؤال عن سبب قيام وقتل ولد عمه ما كاينش شي معطيات السبب تدفن مع زويده فهو قرر ينتحر من اللي وصلوا له البوليس ما بغاش انه يطيح في يديهم وكيفضل الانتحار على انه يكشف هذا الحق ديالو اذا كاين هذه الرغبه المكبوته ديال الاجرام في النفسيه ديالو اللي خلاته انه كيفضل الانتحار على انه يوقع في يد رجال الامن اللي كان كيتحداهم بصيغه اخرى عرف على انه ارتكب خطا قاتل اللي هو انه استعمل كرتونات اللي هما عندهم واحد الخصوصيه معينه تحطمات عنده ديك الصوره ديالو كشخص قام بجريمه كامله يوناس كان كيقولوا بان الانتحار هو اخر ما يقوم به الرجل الحر سي لو ديرني شوز كان لوم ليبر بيس فير من بعد في الطب النفسي مثلا الناس اللي كينتحروا بالنسبه لهم شنو الانتحار هو حل لواحد المعضله ما كيشوفش الحلول الاخرين كيشوف حل واحد غنموت غنتهنى باد كيستيون هذا اللي كيثير انتباه في القضيه ديال زويته هو انه الماده ديال الانتحار عنده وما عندها علاقه بالوضعيه ديال المهنه ديالو هاد السيد ماشي فلاح ما نساوش بان كاين راه داس في واحد استنطاق اولي ومشى وقالوا لي راه الا احتاجيناك نعيطوا عليك حس بان الطوق ديال الشرطه والمحققين بدا كيدور به هذاك السيد هنايا بحال واحد السيد كان كيمثل واحد الدور سهل الدور ديالو في واحد الفيلم خصو يختمو لان الدور ديالو كمتهم وغيتستنطق وغادي يقولوا لي علاش وغادي يجي في الصوره والمجتمع هذاك ماشي الدور ديالو وماشي هو اللي غيديرو وداك الشيء علاش قال هو يوضع حد لحياته كيسالي بهذاك الفيلم اللي كان كيدير بشحال هذا واخا هو فيلم كما تنقولوا انا فيلم دوغ الحمد لله بانه الحقيقه بانت ورغم انه راه توفى يعني بانتحار ولكن اللي بغيتي تقول بان داك القصاص خاضو بيدي
يعني والروح عزيزة عند الله. هذا هو اللي أنه البحث ديال الضابطة قضائية ولا ديال النيابة العامة ما مشاش هباء منثورا. من حارس عمارة لحماية أمن الناس إلى سفاح زهق لضد الأرواح، وفي المعركة اللي دارت بين المكر للإفلات من العقاب ونداء الواجب ديال رجال الأمن، زويتا خسر وانطاح. السر المهم اللي بقى في هذه القضية هو أن راس سعيدة المزابية والنص السفلي من جدة ولد عمه عمرهم ما تلقاهم.